على غرار ما كشفته وثائق بوتبات أن التي أصدرها أو صدرها جهاز الاستخبارات الأمريكية من المخبأ الأخير لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن من علاقة تعاون وثيق جمعت بين تنظيم القاعدة الإرهابي والحرس الثوري الإيراني، كشفت وثيقة جديدة أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها، جذور علاقة نظام الخميني وعمقها مع كافة الجماعات الإرهابية والطائفية المسلحة دون استثناء التي امتدت لأكثر من 4 عقود، بدءا بالجماعات الإسلامية المسلحة الجزائرية والجماعة الليبية المقاتلة إلى جانب جماعة الجهاد المصرية وجماعة التكفير والهجرة، وصولا إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين.